عقد وفد وكالة الفضاء المصرية اجتماعا مغلقا اليوم مع الوفد الفرنسي لوكالة الفضاء بحضور وزير التعليم العالي. يهدف الاجتماع لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال تكنولوجيا الفضاء وتوقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء الفرنسية ووكالة الفضاء المصرية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل محمد بهاء مراسل أكسترا نيوز. محمد إليك. تحياتي لك فيروز، وتحياتي بالطبع للساده مشاهدي اكسترا نيوز في هذه المتابعه لتوقيع مذكره التفاهم بين وكاله الفضاء الفرنسيه ووكاله الفضاء المصريه بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار والسفير الفرنسي بالقاهره ووفد فرنسي رفيع المستوى من وكاله الفضاء الفرنسيه على راسه رئيس الوكاله، وايضا الوفد المصري وفد وكاله الفضاء المصريه وعلى راسه المدير التنفيذي. هذه مذكره التفاهم فيروز ستعمل على او ستنظم سبل التعاون المشترك بين الوكالتين فيما يخص مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، لا سيما وهي ستعمل على تبادل الخبرات مع وكاله الفضاء الفرنسيه وهي واحده من اهم وكالات الفضاء حول العالم، ايضا تاهيل وتدريب الكوادر المصريه داخل الوكاله الفرنسيه، ثالثا واخيرا وليس اخرا العمل على الابحاث المشتركه فيما يخص مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد وايضا استكشاف الفضاء. وكاله الفضاء الفرنسيه كما تعلمين فيروز هي واحده من اهم الوكالات على مستوى العالم، تعتبر ثاني اهم وكاله فضاء على مستوى العالم بعد وكاله الفضاء الامريكيه المعروفه باسم ناسا، وهي ايضا واحده من اقدم الوكالات، تم انشائها منذ عام 1961، وهذا التعاون بينها وبين الجانب المصري او دوله مصر ليس هو الاول من نوعه، بل تم التعاون سابقا في العمل على إطلاق القمر الصناعي المصري النايل سات، وأيضا واحد من الأسباب الهامة التي دفعت وشجعت وحفزت وكالة الفضاء الفرنسية للتعاون والتعامل مع وكالة الفضاء المصرية هو أحداث هامة كبيرة على مستوى القارة الإفريقية، وهو إطلاق أو استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، وأيضا إطلاق قمر صناعي إفريقي بين مصر وخمسة دول أخرى، قمر بعنوان أو باسم قمر التنمية الإفريقية، وهو سيعمل على قياس نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الثامة في الهواء، وبالطبع ما هو يحسن من التنمية الاجتماعية والإقليمية وفقا لأجندة 2063. نعم فيروز. الزميل محمد بهاء مراسل أكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة.